مبسوط طبعا، يعني مكان كويس بقى احلى من الاول يعني. يعني كانت زمان يعني وحشه وفي زباله يعني وريحه وحاجات كده وريحه وحوادث كانت بتحصل، انما دلوقتي يعني في تطورات واحسن يعني، وانا مبسوط طبعا ان في حاجات حلوه بتحصل في المناطق اللي زي دي. بالليل بتبقى حلوه الصراحه، وما فيش وتمشي في امان ما تخافش يعني وكده، والناس ملتزمه وماشيه بالكمامات يعني بالليل. المنطقه بقت احلى بقت ارقى يعني. الاول في الترع كنت هتلاقي زباله وكلاب ميته، دلوقتي الترع نظفوها وبقت كورنيش من احسن الاماكن، وتشوف فيها انوار والجو بيبقى بالليل منظر جميل وبيبقى فيه امان، الجو بقى احسن من الاول بكتير. لا كل حاجه دلوقتي بقت كويسه الحمد لله يعني. انت لو كنت جيت من شهرين بالظبط كنت هتشوف منظر تاني خالص. لا المنظر الاول كانت هنا كده مثلا، هنا ده كله زباله تمام، ما كانش فيه الكلام ده، كانش ده نضيف خالص، لكن دلوقتي المنظر احلى، حتى اللي بيعدي بيشوف منظر جميل كده وهو معدي وحاجه حلوه. هنا اللي اتعمل البلاط ده تمام، والشجر السور ده، هنا كان ممكن لو عيل صغير ماشي ممكن يقع في الترعه، كان بيحصل حوادث كتير هنا. دلوقتي يعني بعد ما الحكومه بقت تعدي وتامن المكان كويس بقت كل حاجه نظيفه، وكل حتى الواحد بيمشي بامان، ما حدش كان بيعدي من عليها اصلا. دلوقتي الجو حلو وجميل، كورنيش بتاع المعادي اتنين اللي قريب بس، واحده واحده كده ان شاء الله مع الشغل بس حلو كده الحمد لله. في اختلاف كبير يعني، هو كان شايفها منطقه مهجوره ومحدش بيعدي منها غير العربيات، دلوقتي يعني بقى في مكان الواحد ينزل يتمشى فيه، هو خروجه قريبه عشان المنطقه دي طبعا كانت ترعه بس ما فيش حاجه غيرها يعني. المنطقه المريوطيه دي كانت مهجوره، دلوقتي ما شاء الله دلوقتي فيها ورد وبقت ممشى وناس منفس، الناس تتنفس منه والهواء كويس. تاني حاجه المكان ما كانش امان، دلوقتي بقى في امان وفي اضاءه والمكان ناس حبت المكان اكتر من الاول، وبدات الناس يعني تيجي على المريوطيه وتستمتع بالجو والهواء والمكان. المكان هنا صراحه بقى تحفه. دلوقتي التطوير بقى احسن، ان شاء الله يبقى في احسن كمان، هم لسه ما بيخلصوا فيه يعني لسه.